فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: يقول لدينا محاضرات في الجامعة وبعضها يكون وقت صلاة المغرب ولا تنتهي هذه المحاضرة إلا بعد دخول وقت المغرب بأربعين دقيقة، يقول ماذا نصنع؟ هل يجوز لنا أن نؤخرها إلى ذاك الوقت؟ راجعوا المدير والمسؤول لرتب الجدول، لأنه يجعل للصلاة وقتا في وقتها. راجعوا المسؤولين في هذا أول شيء، فإذا لم يحصل استجابة ولم يحصل المقصود تخرج وتصلي وتعود للمحاضرة، تخرج وتصلي وتعود للمحاضرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.